أتكلم عن مروان فرج، الإنسان طيب القلب، الكبير بأخلاقه، العظيم بصفاته. أتكلم عن مروان فرج، المصور التلفزيوني المحترف المتمكن من أدواته. وأتكلم عن مروان فرج، المعلم المبدع الذي لا يبخل بأي معلومة عن تلاميذه وعن مريديه. مروان فرج أنا أعتبره من القلائل الذين يحببون الناس بالكاميرا وبإعداداتها. مروان فرج يبسط إعدادات الكاميرا للمتعلمين الجدد وللمحترفين، وخصوصا أغلب متعلمين المنطقة أو المصورين في المنطقة لا يجيدون التعامل مع إعدادات الكاميرا بشكل محترف. مروان فرج هو الوحيد الذي يبسط هذه الإعدادات ويجعلها متناولة وسهلة للجميع. تحية حب ووفاء للعزيز مروان فرج، وأتمنى له كل التوفيق والمودة. عمار جمال، مدير تصوير سينمائي بغداد العراق.